حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون من مفتون بك سرا. هنعرف كل حاجة عنه، كل تفاصيله وشخصيته وعمله، خطواته اللي عاوز يعملها معاك ايه، وانت عارفه ولا ما تعرفوش، كل حاجة عنه هنقولها النهارده في الفيديو ده. طيب، القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسمك انت او باختيار الحجر او السويرة. انا غيرت لكم بقى، عملت أول حاجة القوقعة، دي أول مجموعة، القوقعة البيضة، تاني مجموعة الحجر الأزرق، تالت مجموعة الأسويرة الحمراء. أو باختيار أول حرف من اسمك أنت. طيب، لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. لو عايزين قراءه مدفوعه تواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. طيب، نبتدي بقى كده ونشوف. مجموعه رقم واحد، طيب نبتدي يلا في المجموعة الأولى. هنشوف أول حاجة طاقتك أنت إيه. نشوف طاقتك، حط كده عشان يبان. وطاقة الشخص المفتون بيك في السر إيه دلوقتي؟ طيب، وبعد كده بقى نبتدي نتعرف على شخصية الشخص ده ايه. تعال، شكله طاقته حلوة. طيب كويس، اعمل لكم كده شوية عشان تشوفوا معايا. طيب، شوف طاقتك انت ايه. انت الظاهر ان انت لسه خارج من علاقة، او انت انفصلت عن حد يعني، كزواج او كخطوبة، انفصلت عنه انفصال تام، لان ده كارت التليفون، يعني انت في الاخر خلاص وانفصلت عن حد او في طاقة رحيل عن حد. طيب، انت كمان يمكن بتدعي ربنا في الفترة دي قوي، وصلتك بربنا كويسه في الفتره دي، وعندك روحانيات عاليه في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. انت في طاقه الروحانيات العاليه. معنى الروحانيات يا جماعه يعني صله بالله، يعني الواحد بيحس ان هو قريب من ربنا، او ان ربنا سمعه او حاسس بيه. دي بتبقى روحانياته عاليه في الفتره دي. طيب، طاقه الشخص ده ايه؟ ده هو يمكن في طاقه علاقة ثلاثية. الشخص ده يمكن هو دلوقتي في طاقة علاقة ثلاثية، يعرف اتنين، يا اما اللي معاه يعرف حد، يا اما هو بيفكر انه يسيب اللي معاه ويتجه لحد تاني. المهم ان هو في طاقة علاقة ثلاثية. طيب، كمان هو في طاقة ذا ماجيشن، ممكن يكون كلامه حلو، ممكن يكون من الناس اللي بتجذب الناس ليها بالكلام الحلو. يعني استنوا كده نوضحها. الشخص ده من الأشخاص اللي بتعرف توقع جدا الناس فيها، يعني يعرف لو هو عاوز حد أو بيحب حد أو معجب بحد، بيعرف يوقعه فيه كويس جدا بحركاته. كمان هو يمكن بيبتدي ان هو يوقع حد، أو في طريقه ان هو معجب بحد وعاوز يوقعه. شكلك انت، خد بالك ان الشخص ده كلامه حلو، ويمكن كلامه أكتر من أفعاله. احنا لسه هنشوف شخصيته، بس هو يمكن كلامه أكتر من أفعاله. والشخص ده قوي، مش قليل الشخص ده. يبقى مجموعة رقم واحد، الشخص اللي بيراقبك او الشخص المفتون بيك في السر، شخص قوي، شخص مش قليل.
يمكن يكون هو دلوقتي في علاقة وعاوز يدخلك انت كمان، يعني هو دلوقتي مثلا في علاقة زواج وعاوز يدخلك معاه، تبقى معاه. ده لو اللي بيتفرج عليا بنت، يعني الشخص ده او الراجل ده في علاقة زواج او خطوبة وباصص عليكي ومفتون بيكي، ده احتمال. ممكن يكون كمان هو اللي اتعرض لخيانة، يعني برضه هنشوف بعد كده انت تعرفه ولا لأ، بس هو ممكن يكون اتعرض لخيانة فعلا، ان هو لسه في الطاقة دي. طيب بالنسبة لشخصيته ايه؟ هو صح ممكن يكون اتعرض لخيانة، لان طلع برضه هنا في طاقة رحيل، هو رحل عن حد والحد ده عرضه لخيانة، عرضه لعلاقة ثلاثية، دي الطاقة منكم. طيب شخصية الشخص ده ايه؟ الشخص ده متردد، مبيعرفش ياخد قرار بسرعة، لازم يشغل قلبه وعقله عشان ياخد القرار اللي هو داخل فيه. وممكن يكون الشخص ده متعرض لسحر او متعرض لحسد في الفترة الحالية، هي اللي مخلياه مشوش كده، مش عارف ياخد قرار ومش عارف ان هو يتصرف في حياته عامة. طيب نكمل. فانا شايفة ان هنا الشخص ده في طاقة رحيل عن حد، طاقة الرحيل يبقى اللي هو تعرض لعلاقة ثلاثية ورحل عن العلاقة دي، تمام. ولو حتى هو في علاقة زواج أو خطوبة وبيبص عليك، هو بيبص عليك لأن هو مش مرتاح في العلاقة اللي هو فيها دي، لأن طالع عليه the hermit، يعني الشخص اللي سنجل مثلا أو مفيش حد في حياته. فحتى لو هو في حد في حياته، بس هو مش مرتاح في علاقته مع الشخص اللي معاه، عشان كده هو بيراقبك ومفتون بيك في السر. طيب من صفاته ايه كمان الشخص ده؟ من صفاته ان هو بيحب جدا يساعد الناس اللي حواليه، بيحب جدا يقف جنب الناس اللي حواليه يعرفوه او ما يعرفوهوش. هو برضو من شخصيته ان هو محب للسعادة، محب للحرية، وبيعشق الجو الاسري. يمكن هو مش لاقي السعادة ولا الجو الاسري ده حتى لو هو في علاقة. طيب زي ما قلت لك، ايوه زي ما قلت لك، هو لو في علاقة فهو متدمر، العلاقة دي متدمرة. ده لو هو في علاقة و عايز يسيب الشخص اللي معاه ده ويمشي، تمام. يبقى في طاقة منكم الشخص ده في علاقة والعلاقة دي متدمرة وعايز يسيب الشخص ويمشي، وطاقة تانية الشخص ده رحل عن العلاقة خلاص لان هو اتعرض لخيانة او اتعرض لعلاقة ثلاثية. بيأمل في الفرح، هو عايش حياته بيدور على السعادة وبيدور على الاطمئنان، وبيدور على جو الأسر السعيد. في طاقة منكم كبيرة الشخص ده في زواج يا جماعة، يعني باينة جدا كل ما احط كروت الشخص ده في زواج، في حد في حياته مسؤول عنه ومش مرتاح في الزواج ده ومش مرتاح في حياته دي، في صراعات في حياته، في ملل في حياته عامة، وهو من الأشخاص اللي ما بتحبش الملل في حياتها. كمان هو من الأشخاص الحريصة شوية على مشاعرها، ما بتحبش مشاعرها تتجرح. فالشخص ده تعبان في حياته، هو زي ما طلع هنا في طاقة الماجيشن، طاقة الساحر، ان هو كلامه يمكن اكتر من افعاله، يمكن هو في الطاقة دي لان هو دلوقتي في علاقة، فيمكن مفيش فعل عارف يعمله او مفيش فعل هينفع دلوقتي في الفترة الحالية ان هو يعمله، تمام. فالشخص ده يمكن هو في علاقة وتعبان في العلاقة دي، هو حريص جدا على مشاعره قوي. هو في تردد دلوقتي يعمل ايه في علاقته اللي معاه ويسيب العلاقة دي ازاي، هو دلوقتي في التردد ده، خايف من الندم وخايف من الفشل، بيراقبك من بعيد، مفتون بيك من بعيد، ولكن خايف من الندم وخايف من الفشل ومش عارف ياخد قرار بالنسبة لعلاقته اللي في حياته دي، ان في علاقة في حياته انا شايفة، عشان كده هو متردد. برضه طلع هنا ان هو شخصيته مترددة، ممكن كمان يكون من برج الميزان او من برج الجوزاء. طيب اقول لكم برضو الابراج اللي طلعت هنا تاني، برج العذراء وبرج الميزان وبرج العقرب بشدة والجدي وبرج الحوت.
ممكن يكون من الأبراج دي، وبرج السرطان كمان تاني. طيب نشوف الشخص ده شغال ايه، مستواه المادي عامة. يمكن بيبتدي لسه مشروع جديد او بيبتدي في شغل جديد، يتوقع منكم. نشوف هنا شغال ايه، هنشوف هل الشخص ده في حياتك كنت بتتعامل معاه ولكن مش عارف ان هو مفتون بيك في السر او بيراقبك في السر، ولا الشخص ده انت ما تعرفوش خالص هو بيراقبك من بعيد. كمان عايزين نشوف ايه خطوة الشخص ده اتجاهك، هيعمل ايه. طب نشوف شغله الأول. ممكن يكون الشخص ده محامي وشغال حاجة تبع القضاء، أو بيبتدي شغل جديد، أو شغال مهندس ديكور مثلا ليه علاقة بالديكور. ممكن ايه كمان، أو دكتور، أو هو مدير في شركة ومتحمل مسؤوليتها. هو بالنسبة لأمواله كويس جدا، عشان طلع كارت الكينج اوف بنتكلز. الشخص ده ناجح في شغله وواصل لمستوى كويس جدا في شغله. طيب نكمل. هو بالنسبة لأمواله الشخص ده فهو كويس جدا زي ما قلت لكم. ممكن كمان يكون شغال حاجة ليها علاقة بالسيطرة وبالقوة، يعني قائد مثلا، ضابط، حاجة ليها علاقة بالحكومة، حاجة ليها علاقة بالقانون. ممكن يكون دكتور، ممكن يكون لسه بيبتدي حاجة أو مشروع جديد. يعني هو مثلا شغال حاجة بس بيبتدي جنبها حاجة جديدة، يعني مشروع جديد، أو مهندس ديكور. طيب هنشوف الشخص ده بقى، أنت عارفه. طيب أعمل توضيح عشان انت يمكن معجب بيه. انت يمكن معجب بيه، انت باصص عليه، انت عارفه الشخص ده، انت عارفه ومعجب بيه، ويمكن بتراقبه انت كمان، هو بيراقبك وانت بتراقبه. يبقى الشخص ده انت عارفه ومعجب بيه، وبتتمنى ان تكونوا مع بعض يمكن، او انت شايف ان هو شخص مختلف عن الناس، او في حاجة فيه عجباك او جذباك ليه. طيب خطوته ايه؟ الشخص ده تعبان من جواه، زي ما قلت لك هو حياته مش مظبوطة، حياته فيها تعب. لو هو اساسا في علاقة زواج او في علاقة خطوبة، الشخص ده تعبان مع الشخص اللي معاه، يمكن عشان كده باصص عليك وشايف ان انت اللي تنفعه. فهو الشخص ده محتاج انه يستشفي الاول، ويبقى حياته ما فيهاش حد، او خلاص يعني ينتهي علاقته او تنتهي علاقته بالشخص اللي معاه عشان يبتدي ياخد خطوة. عشان كده باين ان خطوته بطيئة، الشخص ده تستنى معاه شوية، خطوته بطيئة. خد لك نصيحة برضو. بص، بسبب ايه؟ بسبب العلاقة الثلاثية، بسبب ان في حد في حياته، يا في حد في حياته، يا اما هو حصلت له صدمة او حصل له حاجة بسبب علاقة ثلاثية مخليه مش عارف يخش في علاقة جديدة. يعني يا ده يا ده، في الطاقة دي وفي الطاقة دي. طيب اخد لكم نصيحة، بس انا شايفة ان خطوته بطيئة الشخص ده، يعني هتستنى معاه شوية، محتاج انه يستخبي الاول. في كيمستري وفي اتراكشن، في انجذاب قوي ما بينك وما بينه، وفي كيمستري انتوا الاثنين في ما بينكم كيمياء عالية. طيب رسالة برضو من المونولوجي. بيقول لك ريح نفسك خالص واطلع من طاقة التفكير اللي انت فيها، ويمكن من طاقة كمان التعلق اللي انت فيها بالشخص ده، وانت صبرك عليه هيختبر، يعني او صبرك عليه انت
هتاخد جزاتك في الاخر. يعني انت شكلك صابر على الشخص ده بقالك كتير ومستني ان هو يبقى في حاله كويسه او يستشفي من العلاقه دي، او تعرف او تاخد معاه خطوه يعني، او يبتدي معاك خطوه. فبيقول لك ريح دماغك واطلع من طاقه التعلق او طاقه الانشغال بالشخص ده او المراقبه. تمام. طيب عندي هنا ابراج ايه؟ برج القوس وبرج السرطان وبرج الدلو. برج السرطان لتاني مره بس كده. في طاقات نارية كتير، ممكن يكون برجه ناري او هو طاقته نارية. طيب نخش بقى في القراءة رقم 2. الحجر الازرق بحروف اسمك انت، بحروف اسمك انت. طيب ناخد طاقتك انت. انت دلوقتي بطاقة ايه؟ والشخص ده في طاقة ايه؟ طيب نشوف طاقتك انت الاول. انت مزاجي قوي. الاشخاص اللي بتتفرج عليا دلوقتي، انت شخص مزاجي. كل شوية بحال، شوية تبقى زعلان وشوية تبقى مبسوط، شوية تقول خلاص انا هرمي كل حاجة ورا ظهري وهشوف حياتي، وشوية ترجع حزين وندمان وزعلان على اللي حصل لك في حياتك. انت مقسوم شخصيتين، شوية متفائل وشوية مكتئب. انت دلوقتي في الطاقة دي شوية وشوية. طيب الشخص الثاني او الشخص اللي هو ده في نهاية علاقة وابتداء علاقة جديدة، ده عايز يموت حاجة قديمة في حياته في الوقت الحالي اللي احنا فيه. طاقته هو عاوز يموت حاجة قديمة في حياته ويبتدي حياة جديدة. الشخص ده عاوز يتولد من جديد، هو دلوقتي في الطاقة دي. طيب تعالوا بقى نشوف شخصيته ايه. الشخص ده شخصيته ايه؟ واو، طيب الشخص ده من اولها كده يعني عنيد، شخص عنيد وشخص غيور، متحكم ومسيطر بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة قوي. الشخص ده متحكم ومسيطر قوي، عملي، بحب شغله جدا، غامض، مش كل حاجة جواه ومش كل حاجة حواليه انت عارفها، او لو ظهر في حياتك لو انت لسه متعرفوش هيقولك على كل حاجة هو يعني جواه، او بالنسبة له دي حاجة بتاعته او حاجة هو مش عايز يطلعها، مش هيطلعها، وبيطلع اللي هو عاوز يطلعه بس. الشخص ده غامض، متصل بربنا وروحاني. كمان الشخص ده يمكن يكون عنده طاقات سلبية مؤثرة على شخصيته، يعني هو ممكن يكون ما كانش كده، ولكن في طاقات سلبية حواليه، ممكن تكون سحر او حسد اثرت على شخصيته خليته شخص جامد، او انت هتحس ان هو شخص جامد يعني لما تقابله. شخص صاحب قرار وصاحب رأي، عقله ناضج جدا وفكره وتفكيره ناضجين جدا. كمان يعني هو بالنسبة للأفكار وبالنسبة ان هو يقول لك رأيه في حاجة او حاجة زي كده، الشخص ده اول واحد تلاقيه، يعني الناس بتلجأ له عشان تاخد رأيه في الحاجات اللي تخصهم. كمان الشخص ده بيحب الشو شوية، بيحب الناس كلها تشوفه والناس كلها تعجب بيه وتقول وتشاور عليه وتقول واو ده عمل حاجة في حياته. يعني اي حاجة هو بيعملها بيحب الناس كلها تبقى حواليه وتشجعه وتفتخر بيه ان هم من اهله. يعني بحب جدا شغل الشخص ده. طيب عصبي عصبي عصبي، متصل بربنا، دي اهم حاجة وحاجة كويسة جدا. الشخص ده عصبي، متصل بربنا، طموح جدا وباصص لقصاده، بيحسبها بال اسمها ايه، بالسنتي، يعني بيحسبها بالحاجة الصغيرة خالص.
متردد شوية في اتخاذ القرارات، ممكن يكون اتعرض. هو دلوقتي سنجل، مفيش حد في حياته، وزي ما كنت قبل ما الفيديو يقطع ووقفه كنت بقول لكم ان الشخص ده يمكن يتعرض لغدر في حياته او تعرض لخيانة، تمام؟ بس هو دلوقتي سنجل، مفيش حد في حياته، اتعرض لوجع، اتعرض لظلم. ممكن يكون اللي هو اتعرض له دي، ما هي دي طاقات سلبية برضو، اللي هو الصدمات او ان هو اتعرض لحاجة صعبة في حياته، ممكن تكون هي دي اللي خليته على الشكل القاسي او الشكل الشخص اللي مسيطر قوي قوي. فالشخص ده اتعرض لحاجة نفسية جديدة في حياته. طيب في ابراج ايه في برج الحمل والعقرب، برج العذراء وبرج الجدي؟ مفيش ابراج تاني. طيب دي بالنسبة لشخصية الشخص ده. طيب نشوف بقى الشخص ده شغال ايه. الشخص ده شغال ايه يا ترى؟ مجموع رقم 2. الشخص ده شغال ايه؟ الشخص ده شغال ايه؟ كمان الشخص ده انت عارفه ولا ما تعرفوش؟ في علاقة سابقة ما بينكم او في علاقة بتجمعكم اصلا ولا لأ؟ كمان ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وايه خطواته تجاهها؟ شغال ايه؟ ممكن يكون شغال حاجة تبع الدفاع، تبع القضاء والقانون، ممكن يكون شغال حاجة تبع الاتصالات، ان هو بيتكلم كتير زي خدمة العملاء مثلا، او شغال حاجة بتتطلب الدقة والتركيز، ممكن يكون فنان بيرسم مثلا، فنان تشكيلي، حاجة بتتطلب منه الدقة والتركيز، ممكن يكون محاسب، ممكن يكون ايه كمان، او شغال حاجة ليها علاقة بالتجميل، او الشخص ده بعيد عنك في المسافة، شغله في السفر، او الشخص ده شغال تبع مثلا جمعيات خيرية، بيساعد الناس في حاجة، يعني شغلته بيساعد فيها الناس في حاجة، او شغال تبع جمعيات خيرية. طيب او سفر، الشخص ده تعرفه؟ انتوا كلكم بتعرفوا الشخص اللي مفتون بيكم على فكرة، المجموعة اللي فاتت كانت كده وانتوا كمان. انت الشخص ده عينك عليه، بصصله وعارف. يمكن كمان الشخص ده حاسس ان هو تعبان او مجروح، او يمكن الشخص ده اتعاملت معاه وحسيت ان هو قال لك حاجة ضايقتك او عمل لك حاجة يعني، بس الشخص ده انت عارفه وباصص عليه. طب خطوته ايه؟ الشخص ده عايز حد يحتوي. الشخص ده منهار، عنده أزمة نفسية، عايز حد يحتوي. طيب خطوته ايه؟ مجموع رقم 3. الشخص ده شايفك حاجة مختلفة، شايفك حاجة كان يعني بيأمل ان هو يقابلك، متردد جدا في اتخاذ خطوة الارتباط بيك رسميا، متردد في اتخاذ خطوة الارتباط بيك رسميا. هو هيفضل يمكن في الطبقة دي، لان انا بطلب خطوته ايه فبرضه طلع متردد. طب هل هياخد الخطوة انه يكلمك في ارتباط رسمي او اعتراف بالحب او الاعجاب؟ ممكن يتكلم معاك بس على المتغطي، يعني يشوف انت موافق بيه ولا لا، لان ده طالع ان هو عاوز يبتدي بداية جديدة في حياته، زي ما طلع برضه في طاقته ان هو عاوز يبتدي بداية جديدة في حياته، وعاوز نفسه يحس بالاحتفال، ولكن في غموض في الحكاية دي. فهو هيكلمك على المتغطي شوية، هيشوف انت موافقه في الكلام ولا لا، وانت كمان نيتك معجب بيه ولا لا.
في تعود في العلاقة دي، وبيقول لك عبر عن حبك شوية للشخص ده، عبر عن حبك شوية. طيب في تعود دي برضو يعني بتأكد لي ان الشخص ده انت عارفه وهو عارفك. بيقول لك التواصل هو الحل، لو انتوا مش بتتواصلوا اتواصل مع الشخص ده عشان هو الحل. وبيقول لك ان احلامك عايزه خطه عمليه، يعني اكيد الشخص ده زي ما قلت لك وعنده ازمه نفسيه، فممكن انت تقرب منه ان انت تسمعه او تحتويه شويه، لان هو مفتقد الثقه وعنده ازمه نفسيه في حياته، والتواصل مع الشخص ده هو الحل. طيب بقول لكم الابراج اللي طلعت هنا، برج العقرب بشده، برج الدلو، برج العقرب جدا يعني طالع جدا جدا جدا، لو انت بتسأل على حد او حاطط حد في دماغك برج العقرب فالقراءة دي ليك. برج الاسد وبرج الميزان، برج السرطان، وبشوف ده برج الحوت. طيب كده احنا خلصنا قراءة مجموعة رقم 2، نخش على مجموعة رقم 3. طيب هنشوف اول حاجة طاقتك انت، مجموعة رقم 3، طاقتك انت. وطاقة الشخص اللي مفتون بيك في السر. نشوف بقى شخصية الشخص ده ايه، هي شخصيته. الورق اتلخبط، هو شكله شخصيته متلخبطة عشان الورق اتلخبط. طيب نشوف بقى شخصيته ايه كده. نكمل. طيب نشوف طاقتك انت ايه. طيب انت في طاقة روحانيات عالية، في طاقة دعاء، في طاقة انك نفسك في حاجة وتدعي ربنا بيها على طول. دلوقتي انت في طاقة دعاء وطاقة روحانيات عالية. انت زعلان على حاجة فاتتك، زعلان على علاقة سبتها، زعلان على حاجة في حياتك، حاسس ان حياتك دوامة وانت ماشي فيها ومفيش اي حاجة بتحصل في حياتك جديدة، او في اي حاجة في حياتك بتفرحك، فانت في الطاقة دي. طيب نشوف الشخص ده ايه. الشخص ده برضو في طاقة زعل وفي طاقة حيرة وفي طاقة تردد، حاجة بتقول له حاجة وحاجة بتاخده من هنا الناحية التانية تقول له حاجة تانية، مش عارف يعمل ايه، عينيه متقفلة مش شايف قصاده، تعبان، قافل على نفسه برضو في قوقعة، ويمكن كمان قلبه وجعه بسبب علاقة سابقة أو حاجة حصلت له، وماسك أهو الدبوق، ماسك الإبرة والخيط وبيخيط في قلبه. فمعنى إن الشخص ده تعبان. انتوا الاتنين في طاقة تعب، ولكن انت يمكن بتدعي ربنا في الوقت الحالي. هو قافل على نفسه خالص ومنغلق على ذاته، وفي طاقة تفكير في الحزن بس، يعني طاقة تفكير في الاكتئاب بس. طيب صفات الشخص ده ايه؟ انجرح. الشخص ده انجرح، الشخص ده حد خذله، في ناس كتير حواليه ولكن هو وحيد. الشخص ده في ناس كتير حواليه ولكن هو وحيد. طيب من صفات ايه الشخص ده؟ يعني هو شخص روتيني جدا، شخص بيحب شغله جدا وما بيملش من الروتين، يعني بالنسبة له الروتين ده حاجة هو يحبها ما يملش منها. يعني تعرض لخيانة، تعرض لخذلان، تعرض لحاجة في قلبه، بص وجعته، عشان انا برضو هنا طلع في طاقته ان هو بيخيط قلبه. بصوا بيخيط قلبه ازاي، فتعبان بسبب علاقة ثلاثية، بسبب ان حد ضحك عليه، يعني كده في حاجة في حياته أثرت عليه. طيب الشخص ده من صفاته ايه؟
زي ما قلت لكم هو روتيني محافظ جدا، بيشتغل بيحب شغله جدا، بيحب ان هو ينتج في شغله، شخص مش متسرع خالص، بيفضل يشوف هو هيعمل ايه في حياته ويقيم حياته بعد كده يمشي، قبل اي خطوة بيعملها وقبل اي قرار بياخده لازم يكون مفكر فيه كويس جدا 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 جدا. دايما ساعي ان هو يحقق اهدافه ويحقق نجاح في عمله، حتى لو كان عمله ده ممل وتعبه وتقيل عليه، هو ما بيملش من عمله، ناس كتير حواليه ولكن هو وحيد، مفيش حد في حياته. شخصيته برضو انه بيحب الشو شوية، بيحب ان الناس تفرح معاه وتفرح ليه ويقولوا ان هو عمل حاجة في حياته. وشخصيته ايه كمان، ممكن يكون الشخص ده اناني شوية، متردد، مضطرب، قلق، بيقعد يفكر في اللي فاته كتير، مش خلاص بيشوف قدامه، لا بيقعد يفكر في اللي فاته كتير ويقعد يندم كتير ويقعد يبكي على الاطلال كتير، يعني هو عايش في ماضي الشخص ده. شخص يعني عاقل ومتزن بدرجة كبيرة، شجاع، مقلتش غير كده ان هو شجاع، ولكن برضو شجاعته دي مش بتتاخد من ناحية التهور، لا من ناحية برضو بيبقى دارس الحاجة اللي هيخش عليها بقلب شجاع وبيخش فيها عادي، لكن مش من النوع اللي هو يشوف حاجة يبقى عاوزها يخش فيها متسرع على طول، لا. غامض جدا جدا جدا، متصل بربنا، بيقعد يدعي ربنا كتير، عنده قيم وعنده مبادئ، بيسعى للارتباط. الشخص ده بيسعى للارتباط او دخول علاقة، هو دلوقتي سنجل، بس دلوقتي اهم حاجة مركز فيها شغله، بيحب الشهرة، بيحب ان الناس كلها تشوفه والناس كلها تبقى حواليه ويشاور عليه. طيب دي بالنسبة لصفات الشخص ده. عندي هنا برج الاسد وبرج العقرب وبرج العذراء، بس كده. طيب نشوف بقى بعد كده الشخص ده ترى شغال ايه ومستواه المادي، كمان انت تعرفه ولا ما تعرفهوش. طيب شوف الشخص ده شغال ايه، شغال ايه. الشخص ده انت تعرفه ولا ما تعرفوش. ثالث حاجة، خطوات الشخص ده تجاهك ايه، هيتكلم معاك، هيعترف لك ان هو بيراقبك او ان هو مفتون بيك في السر او ان هو معجب بيك، ولا بس خدوا بالكم ان الشخص ده زي ما قلت لكم خطوته بطيئة وروتيني قوي. طيب نشوف بقى شغال ايه. ده 3 مجموعات ممكن يكونوا شغالين في القضاء، 3 مجموعات طلع لهم نفس الكلام. طيب الشخص ده ممكن يكون شغال في القضاء او في الحكومة او حاجة ليها علاقة بالجيش، بالشرطة، زي اللي هما بيجيبوا حقوق الناس، يعني هو ممكن يكون شغال حاجة بتجيب حقوق الناس. كمان ممكن يكون شغال مهندس او شغال حرفة بايديه، يشتغل حاجة بايديه. كمان ممكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالتفكير، اللي هو التأمل كده والتفكير، يعني كاتب مثلا، المهنة اللي بتتطلب تفكير كده وتأمل وهدوء. طيب ايه كمان، ممكن يكون مسافر او شغال حاجة ليها علاقة بالاحتفالات، مسافر بعيد عنك، يعني شغله بيتطلب منه السفر، او شغال دكتور او شغال انا بشوف دي ان ممكن يكون شغلته العلاقات العامة عامة، يعني
علاقات عامة مع الناس، أو شغال حاجة بيدي حقوق للناس، دي تاني حاجة برضو تطلع بيدي حقوق للناس. ممكن يكون دكتور، ممكن يكون شغال حاجة تتطلب منه السفر، هو في بلد وانت في بلد، أو شغال حاجة ليها علاقة بالقضاء وبالشرطة وبالجيش، محارب يعني، قائد، أو حاجة تبع الاحتفالات أو مهندس. طيب الشخص ده انت تعرفه؟ والله في طاقة منكم انتوا تعرفوه، والشخص ده اوريدي هو في حياتكم، وفي طاقة تانية منكم الشخص ده هو مازال مختفي عنك، يعني انت لسه ما ظهرش في حياتك قوي، ما ظهرش في حياتك، بيراقبك من بعيد، و ممكن يكون يتكلم معاك مرة او مرتين، وانت ما يخطرش في بالك ان الشخص ده مفتون بيك في السر. ف في طاقة منكم الشخص ده انتوا تعرفوه اوريدي، وفي طاقة منكم لا يعني ما تعرفوش لسه. طب خطوته ايه الشخص ده؟ الشخص ده خطوته ان هو يستشفي من العلاقة اللي هو اضطر منها وتعب منها، ويشوف حياته ويشوف العالم بتاعه زي ما طلع في طاقته، هو داير في دايرة مغلقة بيلفش ما بيخرجش منها، هو هيخرج، هو ناوي ان هو يخرج ويبتدي يشوف حياته. طيب هيبقى في كلام ما بينكم او اعتراف او اي حاجة؟ يبتدي ان هو يستشفي ويطلع من طاقة الحزن اللي هو فيه ويشوف العالم بقى بعينه، يبتدي انه ياخد خطوة انه يتكلم معاك، يمكن تكونوا انتوا الاتنين في مكان واحد، او يكلمك مثلا في التليفون، او يكلمك يبعت لك مسج، بس انتوا الاتنين هتبصوا لبعض، هتشوفوا بعض، يبقى وجها لوجه. طيب دي خطوته الجاية، يعني خطوته الجاية ان هو يخرج من طاقة الاكتئاب اللي هو فيها، وبعد كده هيبتدي ان هو بص انا لسه بقول لك، هيبقى انتوا الاتنين قصاد بعض. هنا بيقول لك heart to heart conversation، يعني هيحصل ما بينكم محادثة من القلب للقلب. بالنسبة لك انت، انا حاسة ان كان فيه في حياتك ماضي تعبك، وبالنسبة له هو كمان كان فيه في حياته ماضي تعبه. فالنصيحة دي ليك وليه، ان انسى وتعلم من الماضي وشوف حياتك. انتوا الاتنين طاقتكم مش شبه بعض قوي. طيب بيقول لك ممكن ان انت تعمل الخطوة دي، ممكن ان انت تبتدي تعمل الخطوة دي. خطوة ايه دي؟ ممكن ان انت تبتدي تكلمه، ده بالنسبة للناس اللي عارفينه، ممكن انت تبتدي تكلمه، او تبتدي ان انت توضح له ان انت كمان باصص عليه او معجب بيه، لان الشخص ده في المجموعة دي انت تعرفه وانت شايفه، وشايف ان هو يمكن مشهور، او يمكن في ناس كتير حواليه، وبتقدم نفسك مثلا ان الشخص ده مش بيبصلي او مش معجب بيا او حاجة زي كده، ولكن الشخص ده فعلا بيبصلك ومعجب بيك. طيب الكارت التاني ده يعني بيقول لك مفيش حاجة هتيجي من الستون اللي هي مش عارفة اسمها ايه، زي الحجر يعني، الحجر هي اكيد اسمها الحجر. مفيش حاجة بتيجي من الحجر. طول ما انت باصص على ماضيك، طول ما انت باصص على حالة الاكتئاب اللي انت فيها، مفيش حاجة هتيجي. فدي معناها ان انت اطلع من الطاقة دي، واطلع من طاقة الاكتئاب ومن طاقة الماضي والتعلق في الماضي، وبص لمستقبلك وبص لحياتك. برضو النصيحة دي ممكن ان انت تعمل خطوة وممكن لا، بس هي نصيحة جايلك بتقولك ممكن انت تبتدي تعمل خطوة مع الشخص ده. هيكون في بينكم محادثة من القلب للقلب، ويمكن يكون في لقاء كمان ما بينك وما بينه. طيب في هنا برج الجوزاء، برج السرطان، وبرج الأسد، وبرج العقرب، وبرج ايه تاني هنا، برج السرطان، وبرج الحمل، وبرج الميزان.
طيب انا كده خلصت قراءات النهارده، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عايزين قراءه مدفوعه اتواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي.